الحديث أكثر عن الشأن الفلسطيني ينضم معنا من اسطنبول تيسير السليمان المحلل السياسي الفلسطيني. أهلا بك أستاذ تيسير. بداية، كيف تنظر إلى إضراب الأسرى في سجون الاحتلال من حيث التوقيت وطريقة الإضراب التي تبعها كل من الأسيرين حذيفة بدر وإسماعيل خلف ورفاقهم المضربين عن الطعام؟ بداية تحية لكم، شكرا على هذه الإطلالة. حقيقة بما يخص إضراب الأسرى الفلسطينيين وخاصة الإداريين منهم والمرضى، هو جزء من الحق المشروع بممارسة حقي في أن أكون حرا، ولم يكن علي حتى إدانة ولم يكن علي حتى قضية. ما يحدث أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية في السلطة الغربية تستخدم سياسة الاعتقال الإداري، هذا الاعتقال الذي عمره أكثر من 100 عام من أيام الاحتلال الإنجليزي، تستخدمه كسكينة على رأس المواطن الفلسطيني ليكون خانعا أو ليكون معتقلا أو حتى ليكون شهيدا داخل المعتقلات. نحن نعلم أن هذه الفئة المريضة هي أكثر الفئات التي يتم استهدافها في العلاج، وكثير منهم قد يستشهد. لذلك من حق هؤلاء الشباب أن يستمروا بإضرابهم حتى ينالوا حريتهم. إلى أي مدى ساهم الدعم الشعبي في إنجاح إضراب الأسرى وهي إحدى المعارك المهمة التي خاضها الفلسطينيون على صعيد أحقية قضيتهم؟ البعض الشعبي بالتعامل مع القضايا وخاصة القضايا التي تتعلق بالأسرى الفلسطينيين هي العمود الفقري لهذه الإضراب. فالأسرى بإضرابهم عن الطعام يستخدمون الوجود الشعبي والدعم الشعبي هو الرافع لهم في الضغط على مصلحة لسنوات طويلة. أي إضراب يريد أن يكون ناجحا يجب أن يكون هذا الإضراب منسقا ومرتبا وبتنسيق مع الخارج، وهذا ما يمكن أن يفعل ويساعد على أن يكون فترة الإضراب أقل والإيجابية أعلى في إفراج عن هؤلاء. مع مرور الذكرى 50 لإحراق المسجد الأقصى نشاهد حاليا حراكا أكثر فعالية على الأرض، إلى أي مدى برأيك ساهم هذا الوعي في عرقلة صفقة القرن واستخدام رمزية الأقصى كأحد محركات الدفع لإفشالها؟ حقيقة أخي، لسنوات طويلة كان الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أن أي حدث يحدث في فلسطين سوف تكون ردة الفعل عليه محدودة ولأيام. ومحاولة حرق المسجد قبل 50 عاما هي كانت جزء من السياسة الإسرائيلية لاستهداف البعد التاريخي والديني والمقدسي لأبناء القدس ولفلسطين والعرب عامة. هذا الهدف وهذا الجزء الرئيسي منه كان الهدف منه أن تقول كل الاحتلال أنني هنا أستطيع أن أفعل ما أشاء. كان الهدف منه القضاء على المسجد الأقصى والمسجد القبلي وحرقه، ونحن نعرف في سنوات الثمانينات أنا والدي شارك بإطفاء المسجد الأقصى، وأيضا في سنوات 82 شاركنا بإغلاق الفتحة التي فتحها المستوطنون في إحدى آبار القدس. وفي عام 86 وعام 81 كانت هناك خلايا عسكرية من المستوطنين يريدون وضع متفجرات وأحيانا نصب صواريخ من تلة الزيتون باتجاه قبة الصخرة. لذلك محاولاتهم مستمرة، وكلنا نعرف أن انتفاضة الأقصى قامت على جزء من التدمير. المحاولة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بتشريع ودعم من الأحزاب الصهيونية الموجودة داخل الكنيسة الإسرائيلية وعرضها حزب الليكود هي فكرة شرعنة الوجود الاحتلالي الدائم في القدس من باب تقسيم الزماني والمكاني. هم ربما فشلوا بالمكان لكن يحاولون بالزمان ويضغطون، وكلنا رأينا كيف فعلوا في صباحية يوم العيد عندما أوقف المقدسيين الصلاة في كل المساجد إلا بالمسجد الأقصى وأخروا الصلاة. ومع هذا حاول الاحتلال يدخل لو أمطار، دخل من باب مغارب وخرج من باب السلسلة التي لا تزيد عن 20 مترا فقط ليقول أنا موجود. لكن كان نجاح مقدسيا بأن يقول نحن باقون هنا، نستطيع أن نغير ونستطيع أن نتصدى حتى لو كنا من غير السلاح إلا سلاح الإيمان بقضيتنا العادلة أن الأرض لنا ونحن من سيحررها. شكرا لك. عبر الهاتف من اسطنبول تيسير سليمان المحلل السياسي الفلسطيني.